خالتي امبارح وصلته لعمي رسالة، ما رح يجي لعنا ما؟ خالتي ما رح يجي لعنا مو هيك؟ لا مو جاي. خالتي طيب وإذا إجا؟ قلت لك ما رح يجي، خلصينا. نعمة خديجة وقفي، تعالي وين بدك تروحي هلأ؟ وقفي، لك بنتي طيب قولي لي أنت لوين رايحة؟ بنتي بترجاكي خليكي هون لا تروحي، بترجاكي يا بنتي ارجعي على البيت، بنتي اسمعيني شوي، وقفي، خديجة انتبهوا شو بدي أعمل. رح نحط الطلقة هون، شفتوا؟ منحرك هذا هيك ومنلقمها. وقفي يا بنتي، عم بترجاكي لا تروحي. يا ربي مو قلتي لي ما رح يجي؟ لك بنتي طيب بس فهميني لوين رايحة هلأ؟ عالجيش. شو هالجنان هاد؟ لك خلص بنتي ارجعي، شو بدك تعملي هنيك؟ ما بتعرفي انه هنيك كله رجال؟ شو بدك تقلي لهم يعني؟ لازم احكي مع حدا مسؤول هنيك واشرح له كل شي صار. مفكرة رح يردوا عليكي؟ قليلي لمين بدك تشرحي؟ للرائد، وهو رح يسمعني انا متأكدة. لوين رايحة؟ بدي شوف الرائد. مشان شو بدك تشوفي؟ في موضوع مهم بدي اقول له اياه. اختي فيك تحكي لي الموضوع وانا بخبره فورا. مستحيل، بدي حاكي شخصيا. انت مجنونة شي؟ انا مجنونة؟ احترم حالك. اختي روحي من هون، شو ما عم تفهمي الكلام؟ الرائد ما انه فاضي، يعني ما فيك تشوفيه، لهيك روحي. عملك الموضوع مهم، مستحيل اتحرك من هون قبل ما احكي معه، لا تحاول ابدا. قلت لك مو فاضي، فهمي علي، احكي لي شو بدك. روح وقف مع رفقاتك، بعد عن طريقي. شو بتعملي؟ وقفي عندك، ممنوع تفوتي. حضرتك الرائد؟ ايه. مين حضرتك؟ انا بكون، انا اسمي خديجة، بس خديجة، بدي أحكي معك.
أمي، شو ما رح يجي أخي على البستان؟ لسا مبارح تجوز، شو بده يجي يعمل؟ أوهو، لو منعرف هيك كنا تزوجنا كلنا. شو رأيك أمي تزوجينا؟ أي وأنا كمان. عيب عليك يا ولد. برأيي لا تطلع شواربك بالأول. أي بس ما كتير تتأمل، شوفت عينك ليكني أنا على حالي. بالترتيب. شو من وين بدي جيب لكم مصاري إذا أنتوا أربعة؟ اسمعوني. الكل بده يحترم كنتنا، عم تفهموا علي؟ أكيد أمي. فقت؟ يلا قوم، يلا قوم، يلا شوف اخواتك رايحين على البستان وانت لساتك نايم لهلا. شيلينا من البستان هلا، تعالي لقلك. شو بدك؟ ايدك هيك عيب، ما بصير بعد، خلص شو بك؟ خديجة، معقول مليتي مني من اول يوم يعني؟ شيل ايدك عني، عيب عليك، عيب. تعي، وين رايحة؟ تعي. لا تركني. خديجة عم تهربي؟ لك اتركني بحالي، لك ليش لاحقني؟ حسن، محمد، تعالي. بيقلكن أخوكن انطروا لحتى يلبس، قال هو حابب إنه يروح معكن هالبستان. روحوا نقلعوا. لك ليش عم بتسكر الباب؟ علي عم قلك افتح الباب، يلا بسرعة بقى. خلاص روقوا، عادي شوي. لك رح ننفضح، شو صار لك؟ قلتي لي حابب روح معهم على البستان. خلاص بكفي، عيب عليك، هلأ أخواتك بيسمعونا. تعي. شوفك المساء. كيفك علي؟ امي؟ شو لوين رايح؟ رايح ساعد اخواتي امي. اوه هاي اجا العريس. بلا خف الدم هلا، يلا تعوا خلصوني. ايه تكرم. يا ريت لو علي ما رح على البستان اليوم، في حدا بيروح بيشتغل وهو لساته عريس؟ اف، شفتي بنتي؟ اكيد بيكون زعل، كانوا شعابس قبل ما يروح. لا ما بعتقد يكون زعل خالتي، كمان مو معقول انه هو يضل نايم واخواته عم يشتغلوا، خليه يروح، مانو رجال متلون؟ لازم يشتغل. بظن اني تخليت عن فكرة الزواج نهائيا. وليش؟ مو على اساس اللي بيتزوج ما عاد يشتغل؟ طلعت كذبة. اخي انا شوي وبلحقكم، ماشي؟ يلا امشوا. وحسن رح يتجوز ما؟ هذا الشيء اكيد. ايه بس بده ياخذ اذن امي بالاول. خلصنا، اسرعوا حاج تحكوا، خلونا نخلص بسرعه اليوم. نسيتوا اني عريس جديد؟ تعالوا نتسابق. يلا انا يلا. جاهز. يلا اسرعوا، يلا. صحي مبروك. ما فهمت على شو عم تباركي لي بالضبط؟ على عرس أخوك، فلهيك عم بارك لك. فهمت، معناها غيراني. لا أبدا، وليش لحتى غار أصلا؟ بلا بلا، هيك مبين على وشك. أيوة أنا بالأخير رح أتجوز، فأدعي نحنا نتجوز قبل ما نموت. اصبري علي شوي. أمي ما فينا تزوجني هلأ، معها حق، لأنه نحن أربع شباب، فاصبري، بعدين علي أكبر واحد، يعني بالدور. طيب بس أنا وأنت منحب بعض من قبل علي وخديجة حسن، مو كان لازم يكون هالعرس إلنا؟
حتى من لما كنا أولاد. قلت لك اصبري، خلي عندك صبر ولا عاد تحكي بقى. ايه وإذا سكتت يعني؟ لنشوف إذا أبي رح يضل ساكت كل هالفترة. أنت بتعرف عم يطلبوني، بلكي زوجني لحدا غيره. زهرة، يوم يلي رح تروحي فيه لغيري حيكون يوم موت حسن. شباك اضربها منيح؟ ليش عم تضربها؟ عم شباك؟ معقول لهلأ ما صلحتو؟ يلا أمي رح يزبط. ش. طلع عن قريب رح يطلعوا شواربه. لك شو صلح غبي؟ ما بعرف يعني إمتى رح تكبروا أنتو؟ أه؟ نحنا كبرنا بس أنتي ما عم تلاحظي. شو نعمل؟ شو هالحكي هاد؟ هيك بيحكوا مع أمون؟ لا أمي مو قصدي يعني. أمي لازم تزوجي بقى، زهرة بتموت عليه. أه؟ بس نحنا مو مستعجلين أبدا، الحكي كتير سهل. شو مفكرين القصة بهاي السهولة؟ الزواج مانو سهل. استنى شوي، أخوك ما قاله سنة متزوج وأنتو مو ناويين تفهموا. عرسين بكم شهر؟ أخوك شو مفكر يعني؟ لا وبيزد حكي وبيروح، ما بيستحي. أمي أنتي بس انوي والله رح ييسرها. خراس، العالم عم تقول إنه في حرب. لنشوف إذا رح نقدر نأمن خبز حتى. لا والزعران صاروا يقتحموا البيوت بكل وقاحة، الله يستر من اللي جايه. آمين. دوروا منيح. شوفي شوفي لا تخلوا شيء. كتبوا لكت جيبوا كل شيء. دخلتوا تعملوا بدا بعد عنا انت وياه. شيل ايدك عنا. يلا 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 جيبوا كل شيء. يلا لم كل شيء لم كل شيء. يلا بسرعه بعد عن اخي. اتركوه خليك على الارض. لك خلاص لا تتحرك. دخيلكم ليش هيك عم تعملوا؟ ما حدا فيكم يسترجع يعمل شيء. لك اتركوه بعدوا عن اخي. اخي هاش تعيطي. يلا يلا تعي معي. بعدوا عنك. لوين ولا حدا تركوني؟ بعدوا عنك. يلا امشي. امي بسرعه بعد عنك. تركوني يا اخي. امي ساعدي كذا احسن ما اوصيك. امي سكري تمك. يلا ولادي. يلا يلا بسرعة. لا حسن. ايه اختي شو صاير معك؟ احكي لي لشوف. ولا شيء. لا تخبي. صاير شيء مع زهرة؟ لا تكونوا تركتوا بعض. بتمنى ما تخبي علي. لا بعيد الشر ما انفصلنا. مستحيل نترك بعض إلا بحال الموت. معناها قديش بتحبها لزهرة؟ كتير وأكثر ما بتتخيلي. الله يوفقك وتتزوجوا أنت وزهرة عن قريب. وليش عم تدعي لي؟ لا تكوني شفقانة علي. أنا بحبها وكمان هي بتحبني، شي طبيعي. رح نتزوج قد ما طولنا. الشي الأكيد إنه رح نتزوج إن شاء الله. حسن الزواج اسمه ونصيب، ما حدا فينا بيعرف شو الأيام كاتبت له. أوه شكله الموضوع مهم. أهلين. أهلا وسهلا. أهلين فيكم. شو كيفه ابني؟ شيل إيدك. شو ما عندك خجل أنت؟ ومن مين بدي أخجل يعني؟ ليكون من أخي. شو القصة؟ عم اطمن على ابني. ممنوع كمان؟ صار عندي فضول شوف ابن أخي، خاصة إذا صبي. إذا ما بحمله طبلة وعصاية وبخليه يدق على الطبل بهي الساحة بيكون عيب على شواربي. بكرة رح تشوفه.
ربي دخيلك وقف معه خليه تقوم بالسلامة. يا شباب ولدت، شو ناطرين؟ يلا دوق على الطبل. يلا مبروك يا ابني. مبروك يا علي. مبروك واخيرا الف مبروك يا اخي، ولدت صار عندك ولد. الف مبروك. يلا الف مبروك. بل شو يلا. ها ايوه ايوه ايه، وهي صرت انا عم. وانت ايوه يا عيني. يلا يا شباب. ايوه ايوه ايه كمان كمان. حرك لي حالك. ايوه روس. يلا روس يلا امشي على الاطلاع. قلت لك انا يا شباب حرك عليك. والله وشفت احصلت اب. الف مبروك يا اخي، ان شاء الله بارا. ايوه ايه يلا يلا روس. ايوه يلا 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 يا شباب حرك لي حالك. مبروك يا اخي. اي والله. يلا يا عيني يا عيني. روس روس انت روس يا ازعار. يلا حرك. ايوه الله. ايوه يلا خذ ابني. اوه بسم الله. ما شاء الله. ها اي والله حلو حلو. على مهلكون عليه. هذا ابني ابني. لو سمحت مين فيكن علي مصطفى؟ انا علي. شو اعلن التعبئة العامة؟ ايوه مطلوب على الجيش. الجيش؟ عالجيش؟ ما عاد فيني أهتم فيكم. سامحيني خديجة. سكوت لا تقول هاي الكلمة. عم تفهمني؟ انت مو اول واحد تخدم جيش، رايح على الخدمة مو على الحرب. بس هلأ غير، انا رايح على الحرب، رايح لحتى قاتل. انت رايح للدافع عن بلدك، رايح من شان تحميه، وكمان لتأمن مستقبل ابنك، ورايح رايح تقاتل كل شخص عم بيكون لإله أطماع بهاي البلد. يعني انت رح ترد الدين للأرض يلي تربيت عليها. خديجة انت حدا قوي، خد هالمنديل طرزت لك اياه، تذكرني كل ما امسكته. كون بطل، دافع عن أرضك، الله يكون معك، نحن لا تأكل همنا. أكيد أمي.
شو ليش وقفت؟ ما بعرف، هيك حابب. صحيح انت صغير بس هلأ صرت رجال، كبرت. صح كبرت. ولما بتكبر أكتر رح تدير بالك على العيلة وكمان بتهتم فيهم، ماشي يا بطل؟ أكيد. وعدني لأشوف. وعد، وعد رجال. تواصل معنا وضل ابعت رسائل. أكيد رح أكتب. اهتم بابني، لا تخليه يحس بغياب أبوه. أخي مو وقت المزح. تعي أمي، يلا. علي راح يرد الدين للأرض اللي خلق فيها. وبعدين؟ وبعدين زوجناها مرة تانية، هي تزوجت حسن. حسن بيكون أخو لعلي. لك هاد بيكون أخي أنا، كيف فيك تفكري هيك؟ الشرع بيسمح، الشرع. ترضى خديجة تضل بهذا الوضع مع ابنها وكل الرجال تطمع فيها؟ لو هدول الزعران بس عم بيسرقوا مو مشكلة أبداً ابني، بس عم بيعتدوا على أعراض الناس. وقتها كيف خديجة بتدافع عن حالها؟ عائلة أخوك هي مسؤوليتك هلأ. رح تتجوز خديجة؟ مستحيل هذا الشيء، أنا ما بقدر. تليني أمي، هيك أحسن لي، مستحيل أعملها. ابني نحن ما بنقدر نترك خديجة ببيت فيه ثلاث شباب، عم تفهم علي؟ لك برا في زعران تخلفوا عن التحاقهم بالجيش، كانوا واقفين قدام بابنا، لا تكون عنيد لك أمي لهيك. خلصنا؟ وأنا شو ذنبي؟ ليش ما عم تفهموا علي؟ أنا لساتني بحب زهرة. محمد أنت ليش ساكت؟ احكي لك شي كلمة. أمي أنا رح ضل أحمي مرت أخي. تعي عادي لنحكي. أمي شو بقول لزهرة وهي قاعدة عم تستناني؟ الزواج اسمه ونصيب وقدر. أمي سكوت. معقول يعني تترك مرت أخوك وابنه بهالوضع هاد؟ اللي ما أمنك فيهم أخوك قبل ما يروح؟ ابني ما بيصير تترك طفل وعروس جديدة بهاي الحالة. هدول بأمانتنا نحن يا أمي. إيه بس سكوت. أنا خسرت حياتي بعد ما استشهد أخوك واحترق قلبي. ابني لا صعب الأمور علينا. جهز حالك، بكرة رح يكون عرسك. السلام عليكم. وعليكم السلام. Thank you.
أخوك بالبيت؟ عم أسألك جاوب، ليش ساكت؟ يلا أحكي. أنا واحد من أخواتي. شو برأيك؟ أكيد أخوك حسن. جاوبني، هو بالبيت؟ إيه بالبيت. إيه روح ناديله وقل له زهرة عم تستناك عند الصخرة، قل له إذا رجال تعال. خلصني. أخي حسن، الزهرة عم تستناك عند الصخرة وبتقلك كن رجال وروح. بترجاك إلا للزهرة إنها تسامحني. طيب. لك كيف إلك عين تقابلني؟ مو على أساس كنت بتموت إذا ما كنا لبعض؟ وباليوم اللي رح تحط فيه رأسك على المخدة مع غيري هو بيكون يوم موتك؟ يلا جاوبني، ليه لسه ما متت لهلأ؟ ليش ساكت؟ زهرة خلاص، لا تجيب اسمي على لسانك نهائيا. شبك باسل؟ لتكون نعسان؟ تعال نفوت لجوا بس على مهلك. ايه هلأ بتشرب جوا، يلا. علي، 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 علي وينك؟ علي وينك؟ وين رحت؟
شكرا إليك. بعرف قليل بس ما عنا غيرهم. فاطمة لا تحكي هيك أبدا. الله يحمي لك ويوفق لك أولادك. آمين آمين. والله يخلي لك محبينك. الله يوفقك. وانتي كمان. آخ آخ يا ستي آخ. آه يا حسرتي عليك. تيتمت بكير يا حبيبي. آخ استنى يا روحي استنى، هي رح تجيك أخت. إن شاء الله تكون كل أيامكن جاية حلوة، وإن شاء الله ما بتفترقوا عن بعض كل حياتكن. الأخ مثل الروح يا ستي، وأغلى كمان. أنت رح تحمي أختك بس تكبر مو هيك؟ يمكن يجي يوم من الأيام تضحي بحالك مشان أختك. معنى الأخوة كتير كبير، أكتر مما بتتخيل. أهلين ببنتي الحلوة. صح خديجة؟ البنت مين بتشبه أكتر؟ أنت منيحة؟ أي منيحة. خوفتيني، شو كنتي عم تعملي؟ رحت لهنيك لأنه أنا كنت. طيب خديجة، أنت تعبانة كتير، حاولي ترتاحي هلأ. امبارح سمعتهم عم يحكوا بالقهوة، عم يجندوا العالم من جديد. وأنا سمعت. وشو رح نعمل؟ عن شو قصدك؟ يعني وبلكي طلبونا. أكيد رح نروح ورح نكون أول العالم، مثل ما راح علي حنروح نحنا كمان. لا مستحيل، ما رح تروح. ابني الأول راح واستشهد، مو ضروري ياخدوا البقية، ما بيصير. أمي اسمعيني، ليكي شو مكتوب هون؟ شو ما كان مكتوب ما بيهمني، المهم يلي عم حس فيه، ما بدي يرجع يحترق قلبي من جديد. أمي لازم كلنا نقوم بواجبنا، ما بيصير نتركهم يحتلوا البلد. مشان شو استشهد أخي لكان؟ هيك رح يحتلوا أرضنا. لك هاد وطننا، وطننا. معقول ما لك حاسس باللي عم بيصير فيني؟ وشو مشان خديجة؟ رح يتيتموا الأولاد مرة تانية؟ بدك ترجع تيتمهم؟ أمي إذا احتلوا البلد كل العالم وقتها رح تتيتم، حتى بيوت ما رح يضل، ولا رح يضل سلاح ولا حتى شرف. لا عاد تضغطوا علي أكتر. بعد إلي سنين ما وقفت مع حدا، أمي صارت تبهدلني وأبي ضربني كمان، وما اعترفت بشي. أنا حبيتك ومن كل قلبي، متت فيك وتمنيتك معي. سامحيني زهرة. قلت بعد، وأنا كنت حبك، والله شاهد علي بعمري ما حبيت غيرك. سكوت، واضح هالشي. لك اضطريت، ما بعرف كيف، بس كنت مضطر أعمل هيك، القدر. سامحيني.
رح تدير بالك على العيلة وكمان بتهتم فيهم، ماشي يا بطل؟ أكيد. وعدني لأشوف. وعد، وعد رجال. كيف كبرت بسرعة؟ خلي رأسك مرفوع، لا تزعل ماشي؟ مرتي والولاد وأمي متكلين على الله وبعدين عليك، فهمت؟ يلا انتبهوا على حالكم. وانت كمان حسن، كون بطل وارفع راسنا. اسمعوني، العدو قريب كتير وما ضل معنا اكل ولا مي، وصار عددنا قليل، استشهد كتير، بس الحمد لله لهلا علمنا مرفوع. رح نصدر قرار بس رح يكون صعب، وهذا القرار انتو يلي رح تتخذوه. العدو هنيك والعلم هون والإيمان بالقلب، فمستعدين لتقاتلوا مشان الوطن؟ مستعدين تستشهدوا مشان الأرض اللي ربيتوا فيها؟ مستعدين سيدي. الحرية عم تنادي كل واحد فيكن، إلى الأمام وخلوا المعنويات عالية كتير. يا زلمي والله ما عم أفهم شي. يعني ليش تأخروا؟ والله ما عندي فكرة، أبصر شو بيكون صاير. أبصر شو صاير؟ لسه لهلا ما أجوا. أبي ليش ما أجوا؟ شي بعرفني مثلي مثلك. زهرة ما في داعي للبكاء، زهرة خلصنا بنتي. ما بدي روح، بدي ضل هون. شو قصدك يعني؟ جاوبيني. تعالي امشي امشي قدامي، يلا ما بدي روح. ما في داعي تتصرف هيك، طول بالك عليها. أبي يلا خلصيني، روح شوي عليها. قومي خلص خلص تركها، أنا هلأ طالعة. ماشي، إذا بسمعها متقول لا رح أصل تانا معكن خمس دقايق أو بدها تكون برا. زهرة بنتي اهدي وخلينا نحكي شوي. دخيلك يا لا تقولي هيك، ما بدي اتجوزه. بنتي ابوك بيقتلنا نحن الاثنين، بدك تتحملي. مستحيل يا امي، صدقيني ما بقدر. امي انا قلبي معلق مع شخص تاني، مستحيل. بنتي مو كل شيء بنحلم فيه ممكن يصير، وخصوصا بهالوقت. انتي بتعرفي ابوكي ما بيتراجع عن كلمته لو شو ما صار. أمي بنتي ما في حل تاني، حتى لو ما بتحبي بس الكلمة الأخيرة لأبوكي، فهمي علي يا بنتي. أمي اعملي أي شي، بترجاك اعملي شي. مجبورين، وهلأ ما فيكي تعملي شي غير إنك تصبري. صدقيني أنا مو طالع بإيدي أي شي، لهيك تقبلي مصيرك وأرضي. يلا أمي يا بنتي.
حبيبة قلبي، لما رفقاتي قدروا يحققوا كل أحلامهم، أنا ما قدرت حقق شيء أبداً، ولا قدرت شوفك، وهذا الشيء بحد ذاته كان أصعب من الموت، لأن وجودك جنبي هو الحياة. بضل عم أتذكر إيديكي وأصابعك يلي كانوا طوال وناعمين، الأحلام اللي حلمناها سوا والطرقات يلي مشينا فيها، يمكن تكون هي هي نهايتي. كل رفقاتي يلي بحبهم ويلي كانوا معي استشهدوا، ويمكن عن قريب أنا رح اشتقلك كتير. بأمان الله، لو شي يوم حدا سألني شو هو حلمك، رح يكون جوابي انتي وبس. يعني الاثنين اللي تزوجتيهم ضحوا بأرواحهم مشان هاي البلد، صح؟ بس لو تعرف اللي صار يا حسرتي. أمي شو اللي صاير؟ ولا شيء ولا شيء. ابني بكرة لازم تفيق بكي. ايه اكيد. ولا تطلع برا البيت ابدا. ليش؟ لانه الشيخ رح يجي. الشيخ؟ ليش جاي؟ لانك رح تتزوج من خديجة. مستحيل امي مستحيل. ما رح اتزوج مرت اخي. خالتي بكفي بقى، ما عاد بدي اتزوج. مستحيل اتزوج مرت اخي، خلي هالشي ببالك. محمد مثل اخي. يلي بيطلع من هالبيت ما عاد له رجعه، ورح يموت وحيد بس لأنه هو تركنا وخالف قراري يلي هو الصح. يلا اطلعوا لشوف. يلا يعطيك العافية. الله يعافيك. تفضل سيدي الشيخ. أهلين. عن إذنك رح جيب الأولاد. ماشي. محمد، خديجة، خديجة. يلا تعالوا ابني. محمد، يلا حبيبي، بنتي الشيخ عم بيستناكن. يلا تعالي. Thank you.
خديجة بنتي، حطي أكل مشان يأكلوا هالأولاد معنا. خديجة أنتي عم تسمعيني بنتي؟ الأولاد رح يموتوا من جوعهم، حطي لهم يأكلوا. خديجة ليش ما عم ترد علي؟ خديجة خديجة خالتي، أنا أنا ولدت يا خالتي. بنتي وأنت كيف هيك وقتي لحالك؟ يا رب أنا جبت صبي خالتي، جبت صبي. أمي شو صاير؟ خديجة جاوبيني، جاوبيني يا أمي، يلا أحكي. كمان بدهن ياك على الحرب يا ابني. لا مستحيل. محمد محمد ابني ابني. محمد محمد وقف، محمد استنى، ما بصير تتصرف بهي الطريقة. طيب قلي لوين رايح، استنى شوي. محمد بترجاك وقف شوي. محمد محمد عم قل لك وقف محمد. محمد لا تروح مع الزهران، بترجاك لا تروح، عنا شهيدين بالعيلة، لا تخليهم يخجلوا فيك بالقبر. بترجاك لا تحط راسنا بالأرض، رجع معي على البيت. يلا انت اخوهن للابطال، يلا ارجع معي، يلا محمد تعا معي. ها يلا يا حبيب قلبي. سامحيني يا امي. انا مسامحتك يا روحي. اهتمي فيهم، خليهم يتذكروني. مراد رح تدير بالك على العيلة وكمان بتهتم فيهم، ماشي يا بطل؟ أكيد. وعدني لأشوف. وعد، وعد رجال. كيف كبرت بسرعة؟ خلي رأسك مرفوح، لا تزعل ماشي؟ مرتي والولاد وأمي متكلين على الله وبعدين عليك، فهمت؟ مراد خليك قوي، مثل ما أنا بعرفك هلأ صرت رجال وهلأ هنين صاروا بأمانتك.
ما رح أهتم، ما رح أهتم فيهم. وإذا متت ما رح أتزوج خديجة، ما رح أهتم بحدا، فهمت؟ كمان محمد استشهد بنفس الأسبوع اللي راح فيه، وهاد هذا يلي بيحضني ابنه إجا خبر استشهاده بسرعة. ما عم صدق يا رب. وانت صرت بتعرف الباقي، لهيك اجيت على المعسكر لاطلب منك مراد، اخر جندي بالبيت واخر شهيد، اخر امل لهالولاد. هو عمره 16، اكبر من باسل بعشر سنين. معقول شاب بهيك عمر ممكن يقاتل؟ قدمنا 3 شهداء لهالبلد، 3. ما ضل عنا غير مراد يا حضرة الضابط، وجيت لأطلب منك ترجع لنا يا. بس لا، إذا أنا يلي عم بطلبه خيانة وممكن إنه يجيب العار لشهدائنا يلي نحن قدمناهم لهالبلد، مو بس مراد، كلياتنا منضحي، وباسل أولنا، كلياتنا فدى البلد. محمد تعال هون. نعم سيدي. خد الأخت خديجة وجيب لي مراد. حاضر سيدي الرائد. متشكرك من قلبي، شكرا كتير، الله يوفقك ويبارك فيك. أهلا وسهلا. سلمي لي عم مراد وقلي له إنه هلأ حمايتك كأنه هو عم يحمي وطنه تماما. الله يوفقك ويبارك فيك يا رب. أنا بالخدمة دائما. شكرا كتير حضرة الرائد، الله يعلي مراتبك أكتر وأكتر. الله يحميكم. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.